أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: شخص معاق ولا يستطيع حضور الجماعة، وبالأمس أدرك الناس أو سمع المساجد جمعت المغرب والعشاء فجمع وهو في بيته، فما حكم صلاته؟ وما حكم جمع المرأة في بيتها بين المغرب والعشاء إذا جمع الناس في المساجد؟ نعم، هذا أجبنا عنه في درس سابق، وقلنا اللي يحتاج للجمع يجمع، واللي ما يحتاج للجمع فكل صلاة في وقتها، فاللي يصلي في بيته ما هو بحاجة للجمع إلا إن كان مريضا، إن كان مريضا يحتاج للجمع فإنه يجمع، أما إذا كان معافى فلا يجمع. معاق يعني صحيح في جسمه لكنه معاق ما يقدر الذهاب للمسجد، هذا ما يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، والمرأة تصلي كل صلاة في وقتها، لأنه إنما شرع الجمع من أجل إزالة المشقة الذاهبين إلى المسجد، وهؤلاء ليس عليهم مشقة، والأصل أن الصلاة تؤدى في وقتها، قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل الصلاة لوقتها. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل وإن كان بعض العلماء يقولون لا بأس إذا اجمعوا بالمسجد يجوز للبيوت يجمعون، لكن هذا فيه نظر الكلام هذا. نعم،